محمد وإبراهيم على يد عيسى بن موسى العباسي، وهزم ابن دريس أبي رافع حتى أوقع بالأندلس فريدا، وما مات الدوانيقي إلا بعد أن ملأ سجونه من أهل بيت النبوة والرسالة، واقتفيت هذه الآثار حتى قتل في أيام المهدي الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام، وعبد الله بن إسحاق بن إبراهيم بن الحسن بن علي، المعروف بالأفطس، وكان مع القوم في بطف، وسمى هارون الرشيد موسى بن جعفر عليه السلام، وقتل يحيى بن زيد بالسجن والجوع والعطش، ويحيى بن الحسن إلى تمام 600 رجل من أولاد فاطمة عليه السلام. ثم جرى الظلم على ذلك إلى أن هدم سبكتي مشهد الرضا عليه السلام، وأخرج أبوابه وأخرج منه وقرر ألف جمل مالا وثيابا، وقتل عدة من الشيعة. قيل وممن دفن حيا من الطالبين عبد العظيم الحسني بن ريي ومحمد بن عبد الله بن الحسين، ولم يبقى في بيضة الإسلام بلدة إلا قتل بها طالبي أو شيعي، حتى ترى الظلمة يسلمون على من يعرفونه لهريا أو يهوديا أو نصرانيا، ويقتلون من عرفوه شيعيا، ويسفكون من اسمه علي. ألا تسمعون بيحيى المحدث كيف قطعوا لسانه ويده ورجليه، وضربوه ألف صوت، ثم صلبوه وبعلي بن يقطين كيف اتهموه، وزاره بن أعين كيف يجبه، وأبي تراب الرموسي كيف حبسوه، منصور بن الزبرقان من قبر كيف نبشوه، ولقد لعن بنو أمية عليا عليه السلام ألف شهر في الجمع والأعياد، وطافوا بأولاده في الأمصار والبلاد، وليس فيها مسلم ينكر ذلك حتى أن خطئ من خطبائهم بمصر نسيا اللعنة في الخطبة، فلما ذكرها قضاها بالطريق، فبنى في ذلك الموضع مسجدا، وسموه مسجد الذكر يتبركون به، ثم إنهم لم يرضوا بذلك حتى قالوا مات أبو طالب كافرا، ولا تزال تسمع بذلك دون أن تسمع عن أبيه أو عن شيئا ذلك، فيا عجبا بقيت آثار كسرى إلى الآن، وآثار رسول الله دارسه وأعلامه طامسة استولوا على ماله بعده، وخربوا بيته وأضرموا نارا على أهل العباء، وحرفوا كتاب الله وغيروا ألسنتهم، وأبدعوا في الدين، وخذلوا الأوصياء، وقتلوا العترة الطاهرة، وسبوا نساء النبي وذريته، وذبحوا أطفاله وصبيته، ودعروا برؤوسهم في البلدان من فوق عالي السناء، فهذه رزية لم تماثلها رزية وبلية عظمت عن كل بلية. ومما يحسن في هذا الباب ذكر من قتله الرشيد من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله بعد قتله لموسى بن جعفر عليه السلام بالسنب في ليلة واحدة، سوى من قتل منهم في الليالي والأيام، روي عن عبد الله البزار النيسابوري قال أمير كان يبني وبين حميد بن قنطرة. على طيب على الأطاق من بيت محمد.